مرحبا بكم مرة أخرى في قناة يا للصحة مع الدكتور محمود المهندس، حيث أشارك معكم إجابات مختصرة مبنية على الدليل العلمي لأهم الأسئلة المتعلقة بالصحة والعافية. وسؤال اليوم يقول: دكتور محمود، أنت وعدت أن ترينا بعض التمرينات التي تساعدنا للتغلب على القلق والتوتر والخوف، يعني البانيك أو الخوف المصاحب لتأدية بعض المهام مثل أخذ امتحان أو أداء مقابلة للوظيفة وما شابه ذلك. واليوم جميل هنا في جامعة ميغيل فيساعد على التصوير الخارجي. كما وعدتكم، هذه بعض التمرينات التي أفضلها وأستخدمها باستمرار لمساعدتي على التغلب على أي توتر مصاحب لأداء مهام يعني صعبة أو مهمة. وهذه التمرينات مبنية على دليل علمي لأني عملت بحث علمي في طب التشيغونغ، الفرع من الطب الصيني، لأن الطب الصيني مبني على ثلاثة أفرع: الإبر الصينية وطب الأعشاب وطب التشيغونغ. وأنا عملت ورقة بحثية في هذا المجال، وثبت بالفعل أن هذه التمرينات تمرينات علاجية. التشيغونغ له فرعين: فرع التمرينات وفرع الطاقة، يعني التعامل مع الطاقة. هذه التمرينات سهلة وبسيطة وآمنة لأي شخص، يمكن أن تعملها وأنت جالس على مكتبك أو جالس تتفرج على التلفاز أو تجلس للعمل أو المذاكرة أو حتى على السرير قبل أن تذهب للنوم. التمرين الأول يعني تجلس هكذا، تضع يديك على ركبتيك ثم ترفع اليدين إلى أعلى هكذا مع أخذ نفس من الأنف، وعندما ترجع اليدين إلى الركبتين تخرج النفس من الفم شهيق زفير شهيق زفير. سوف أعمل كل تمرين ثلاث مرات معكم. التمرين الآخر من نفس الموضع، يعني تحرك اليدين إلى الجانبين هكذا وتأخذ نفس، ثم ترجع اليدين إلى الركبتين مع إخراج النفس من الفم شهيق زفير شهيق زفير. يمكنك أن تفتح عينيك أو تغلقهما وتركز على التمرين. التمرين الثالث أسميه تمرين قوس قزح هكذا، تضع اليدين أعلى الرأس ثم تلف الرأس هكذا وتمد اليد مع أخذ النفس، وعندما ترجع الرأس إلى موضع البداية تخرج النفس هكذا شهيق زفير، وتركز في التمرين والنفس حتى تحرر عقلك من أي أفكار أخرى شهيق زفير شهيق زفير شهيق من الأنف زفير من الفم. التمرين الثالث أسميه الأخذ والعطاء، يعني أنت تأخذ هكذا، تبدأ من هنا تأخذ هدية من صديق لك، يعني تعطيه هدية، تعطي صديقك هدية ثم تأخذ هدية منه، تعطيه هدية أو تعطيها هدية وتأخذي منها هدية أخرى هكذا نفس شهيق زفير شهيق زفير شهيق زفير شهيق زفير. التمرين الآخر هو تمرين يعني يبدأ هكذا، هو أنا أسميه تمرين أن تستقبل كل الهدايا التي يعني تأتيك من الله. تبدأ في هذا الوضع ثم تدفع اليدين لأعلى هكذا، وعندما تصل إلى أعلى نقطة تفتح اليدين وترجعهما إلى موضع البداية مع الزفير شهيق زفير شهيق زفير.
التمرين الآخر هو أن تقطف نجمة من السماء من هذا الوضع، يعني تدفع يدك إلى أعلى وإلى الجنب كأنك تقطف نجمة من السماء، ثم تأخذها وتضعها في جيبك، يعني شهيق هكذا، زفير شهيق زفير شهيق زفير شهيق زفير شهيق من الأنف، زفير من الفم. والتمرين الأخير هو وكأنك يعني تدفع كأنك في مركب وتدفع هذه المركب إلى الأمام، تجديف، هو تمرين للتجديف. هكذا التمرين من هنا، يعني أجدف هكذا، يعني أخذ نفس في الأول، ثم عندما أجدف أخرج النفس. شهيق زفير، أجدف المركب، شهيق زفير، مرة أخرى، شهيق زفير. وتعمل كل تمرين من 6 إلى 10 مرات، يعني تعمل ما تحبه من هذه التمرينات، وكلما عملت يعني استمررت في هذه التمرينات، كلما مكنت جهازك الجار السمبثاوي من العمل بطريقة أفضل. والجهاز الجار السمبثاوي مهم جدا لتهدئة الأعصاب وتهدئة الدماغ، ويعني تحسين الدورة الدموية وتحسين الهضم. يعني هذه تمرينات سهلة وبسيطة وآمنة لكل شخص. كثير من الناس يحبون هذه السلسلة من التمرينات العلاجية للأمراض المختلفة، سوف نستمر فيها إن شاء الله بإذن الله. يعني وتمنياتي لكم بالصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك في هذه القناة ومشاركتها مع من تحبون. في أمان الله، وأجمل أمنياتي.